تمثل؟ اه. تحب تمثل اكتر ولا تحب تخرج اكتر؟ لا الاثنين يعني. بس لو في دور حلو يعني. ايه الدور اللي مش ممكن تنساه؟ يعني انت حسيت ان انت كنت فعلا فيه، كان نقله في عشرة. كلام على ورق. كلام على محمد سامي. يعني محطه مهم. وحاله عشق. حاله عشق. لان كنت بعمله يعني بعد كلام على ورق على طول. بس ده قريب. يعني مش بعيد. مش بعيد. لكن في السنين القديمه الاولانيه. لا انا اشتغلت في ام كلثوم يعني. واشتغلت في حديث الصباح والمساء. جمهوريه زفته في حديث الصباح والمساء. اشتغلنا مع مخرجين مهمين جدا يعني. جدا. في طول سنوات النقابه، ودي بقى واضح من الثمانينات اهو، سواء عضو ثم امين صندوق ثم ثم ثم. ايه يعني ايه حاجه لا اصعب يوم او اصعب حاجات مريت بيها؟ طبعا اول انتخابات بالنسبه لي عضو. اول انتخابات بالنسبه لي نقيب. يوم ما اعلنت مع مدام منى الشاذلي ان انا مش هترشح. ده كان يوم يعني، كان اول فراق بيني وبين النقابه بعد ربع قرن تقريبا. يوم ما رجعت النقابه وولادي في المعهد وتلامذتي قالوا لي ستعود محمولا على الاعناق، وفعلا شالوني ورجعوني محمولا على الاعناق. في رد اعتبار كبير توجته الوزيره ايناس عبدالي. في بقى على المستوى العائلي يعني يوم ما خلفت بنتي يعني، ما روجينا ربنا رزقنا بمايا وبعدين مريم يعني. دي ده ابو البنات. يعني ربنا يخليهم احلى البنات يعني. طبعا طبعا. قانون 103 كنت لسه طالب اللي هو كنت لسه متخرج. وكنت بروح انا اجيب مدام تحيه كاريوكا من البيت اوديها الاعتصام اللي كان فيها. ده القانون اللي رفضوا الفنانين، وكان احد القوانين اللي الدوله. وللاسف لسه شغال. للاسف لسه شغال. ايه مشكله القانون ده؟ مشكلته ان هو فاتح مده الترشح. يعني انا من حق اترشح نقيب ايه؟ دوره 4 سنوات وين دوره ثانيه 4 سنوات. خلاص. لا شال السقف ان شاء الله افضل مدى الحياه. ده مش حلو. انت نفسك بتقول. طبعا مش حلو ليا ولا لغيري. ليه؟ هو انا ما هو كرسي مغري، لكن انا عارف ان انا هقعد دوره ثانيه وخلاص. امشي. فبتعمل من اجل هذه الفتره. بالظبط. يجي حد ثاني. وبعدين لو انا مثلا ربنا اراد ارجع تاني ايه المشكله؟ طب ما انا مشيت وجي الاستاذ اشرف عفوف ورجعت تاني ايه المشكله؟ لكن ان احنا نفضل بقى مخلدين ما ينفعش. انت من 2015 وعدت نقيبا يعني. من 2015. وبعدين دلوقتي ايه؟ يعني عدى 4 سنين مش هي 4 سنين؟ يعني وترشحت تاني. يعني قلت تصريحات مختلفة انك برضو عايز تمشي وتستقيل وكده، هل دي تصريحات يعني لحظة غضب؟ لا مش حكاية لحظة غضب. يعني اقول حاجة على حاجة، يعني انا عندي مشكلة في النقابة، الوحيدة اللي بيختزلوا فيه البعض طبعا بيختزل النقابة في التشغيل. ان دور النقيب انه يشغلك. انت دورك انك تشغل. هم شايفين كده. بل في البعض شايف ان النقيب ده اللي هو انا، يعني انا بيجي لي جميع مسلسلات مصر وانا اللي بحط الترشيحات. يا ريت. يعني ده في ناس مؤمنه ايمان وثني ان انت اللي بتوزع الادوار. واللي يقول لك بقى ايه، انت بتقطع عيشي، انت بتقطع رزقي، ده مقعدني في البيت. ايه ده؟ الارزاق فوق مش تحت. لا وبعدين النقابه لا علاقه لها بال. هو حد بيروح للاستاذ هاني شاكر يقول له انا ما غنيتش يغني؟ حد بيروح للاستاذ مسعد؟ اشمعنى انا؟ ماسكين فيا انا اللي ما اشتغلش؟ قلت لهم انا حل المشكله دي مش عندي. وبعدين السوق بتاع العمل اختلف. صحيح. النهارده احنا كان زمان عندنا الدوله كانت في قطاع الانتاج، في لسوق القاهره، في مدينه الانتاج، الكلام ده كله مش موجود. فالنهارده اصبح السوق مفتوح وهي عدد محدود من المسلسلات مع كثره الـ 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 المتاح. ليه؟ احنا كنا زمان معهد فنون مسرحيه. النهارده لا، في كليات اداب قسم مسرح اسكندريه، واداب حلوان، واداب اكتوبر، الى جانب الورش. الناس دي كلها تروح فين؟ مراكز الناس كلها تشتغل فين؟ بتتكلم مع الدوله او مع القطاع الخاص انه يا جماعه عايزين نفتح المجال اكتر، عايزين مع ان مفيش تعيينات في المسارح. فالشباب طبعًا اللي بيتخرجوا مش لاقيين اماكن. بس هي دي مش مشكلتنا، دي مشكله عامه. ما هو خريجين كليه التجاره نفس المشكله، او الزراعه نفس المشكله، والدوله بتحاول على قد ما بتقدر انها توفر فرص عمل. بس برضو انت لازم تسعى ولازم تجتهد. ما هو الدوله يعني بتعمل لازم القطاع الخاص يشتغل اكتر، ولازم الدوله بتعمل اللي عليها، لكن احنا برضو علينا دور لازم نعمله.
يعني مش كل حاجة الدولة 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 الدولة. لأن الحقيقة في 2011 في الجهاز الإداري دخل فيه مجموعة كبيرة جدا كده. بعد 2011 صحيح. في تخمة في الجهاز الإداري. اتنين، إن في مشاريع كبيرة الدولة بتفتحها. ما تعالوا بس الفنانين اللي طالعين من الاماكن دي عايزين يمثلوا، ما هو دي مشكلتنا، عايزين يشتغلوا في السينما، عايزين يشتغلوا في احنا المصر. عندنا مشكله حقيقيه، مش المشاريع، احنا عندنا مشكله حقيقيه. انا مش بقول ما عندناش، لا عندنا مشكله حقيقيه. عندنا مشكله ان احنا كمان عندنا اجيال، يعني عندنا اجيال الاساتذه الكبار، عندنا شباب متخرجين، عندنا قانوننا بيسمح بان ناس من خارج المعاهد والحاجات دي، يعني مش كل اعضاء النقابه خريجين معاهد. صحيح. فبالتالي انا عندي مشكله حقيقيه، بس علاج المشكله مش ان انت تهاجم النقيب او تتهم النقيب او تشتم النقيب. علاج المشكله نقعد ندور على حلول، نقعد على الترابيزه وندور على حلول. صحيح. ونشوف ممكن نعمل ايه. ايه اصعب الازمات اللي مرت عليك في السنين الاخرانيه؟ كانت ازمه يعني مشكله ازمه، ايه اصعب ازمه ما تنساهاش؟ هي معظم الازمات بتبقى في النقابه. يعني ان انا احس ان انا مش قادر احل مشكله لزمايلي، ما انا موجوع. وانا مش موجوع، ما انا موجوع. فكره التشغيل في طبعاً. الاساس انا موجوع. طب عملت ايه في قصه محمد رمضان؟ انا عارفه انها كانت قصه كبيره ودوشه. محمد رمضان الموضوع في التحقيق، وبالمناسبه التحقيق تم النهارده. انت اول تم النهارده، انت اول حد يعرف. طيب تم النهارده الساعه 4. ومحمد رمضان راح النقابه ومثل امام لجنه التحقيق. مين لجنه التحقيق؟ لجنه التحقيق في مستشار نائب رئيس مجلس الدوله وعضوين من مجلس اداره النقابه، الاستاذ سامي مراوري والاستاذ ايمن عزم. وراح النهارده فعلا، بس احنا مع يعني كانش في ضجه، عشان احنا في تحقيق، مش رايحين نتصور بقى ونعمل لقاءات. حصل ايه في التحقيق؟ قال ايه في التحقيق؟ انا ما اعرفش. طب ما بلغوكش، ده انت النقيب. لا لا، لجنه التحقيق لجنه سياديه. لجنه سياديه فيها تحقيق، لان ممكن ما يكونش خلصوا، ممكن في حاجات هيجيبها يجيبوها يعني. لكن انا ما سالتش ان في مستشار نائب رئيس مجلس الدوله. بالمناسبه المستشار نائب رئيس مجلس الدوله ده اول يوم ليه النهارده معانا. هو بيبقى فيه ازاي؟ بيبقى فيه مستشار نائب رئيس مجلس الدوله موجود. النقابات عندها لجان، زي لجان القيد الاستئنافيه، لجان مجالس التاديب الى اخره. احنا بنبعت كل النقابات لمجلس الدوله، مجلس الدوله بيعين لنا في نقابتنا فلان وفلان وفلان. وفي نقابات تانية برضو مستشار فلان مستشار فلان مستشار فلان. لما خدت القرار انت خدته لانه هذا هو ده في مشكله، ده قرار يعني ده قانون النقابه اللائحه. ايوه في مشكله، في مشكله. بغض النظر بقى انت رايك فين، يمين او شمال، مشكله تحاول التحقيق يقول والله الراجل ده مدان، الراجل ده مش مدان. مش انا اللي هقول، التحقيق يقول. والتحقيق انت، احنا معانا نائب رئيس مجلس الدوله، يعني ما لا يعرف بقى محمد ولا اشرف ولا ابراهيم ولا اسماعيل. لائحه النقابه بتمنع ان هو يكون بيتعامل مع اسرائيل او واتيفر، يعني هو دي اللائحه بتقول كده، بتقول ممنوع اقامه اي اعمال فنيه. التطبيع بقى باقامه اعمال فنيه. هنشوف بقى، انا ما اعرفش بقى هل هي ده يعتبروا بقى ده تطبيع مش هيعتبروا ده بقى مساله يعني تخضع للتحقيق. والتحقيق كل واحد، هو النهارده منزل صوره او فيديو في على الانستجرام النادي المهن التمثيليه عندنا. بعد التحقيق ده يعني بعد التحقيق يمكن انه يعني ان شاء الله الدنيا تمشي او واتيفر يعني. ما يعني انا والله ما يعني ما اعرفش اي حاجه يعني. هل القرار ده انت اللي خدته ولا ده النقابه ولا ايه؟ النقابه، الاتحاد العام للنقابات، مجلس النقابه، الاتحاد العام للنقابات كلها. الاتحاد العام للنقابات كلها. وقفت مين غير محمد رمضان؟ انا يعني كنقابه. هقول حاجه على حاجه، انا يعني دائما بحاول احل المشاكل بشكل ودي، ودائما يعني ما بحبش اذي حد في اكل عيشه او في مهنته او مساله مش سهله. احنا بلد مهمه، وبلد احنا وليود الشرق يعني انما من مس تراب هذه الارض شطبته في ثانيه، خد مني ثانيه. مين الاخوه بقى اللي راحوا؟ ازاي حصل؟ مين فكرني بال الاخوه اللي... لا ما اقول اسمائهم ليه. اللي راحوا بقى تركيا، واللي راحوا كان منهم في بعض منهم فنانين. ما هم دول الاعضاء عندي في النقابه اتشطبوا. محمد شومان اظن كان كله ده وكله ده. كان في كذا حد. هشام عبد الحميد كله 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 شطبته. كله كله الا لا يعني ما فيش حوار في اللي يمس تراب هذه الارض الطيبه. ما
مفيش غير قابل انا ما عنديش استعداد، انا راجل بحب بلدي لدرجه غير عاديه يعني. يعني وبعدين احنا عايشين في امن وامان يعني الحمد لله احنا عايشين. يعني هي فاتوره الامن والامان دي بكام؟ يعني دي يقول ايه ده الحاجه غاليه، اقول له تمام بس الامن والامان بكام؟ ان انا دلوقتي بكلمك وبنتي في النادي وبنتي التانية في شغلها ده بكام؟ ففاتوره الامن والامان دي غاليه قوي قوي. ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا بقياده سياسيه حافظت على البلد، حافظت على البلد. طبعا طبعا هنعرف نتيجه تحقيق محمد رمضان امتى؟ ما ده خبر والله العظيم ما اعرف. هنعرفه امتى؟ ما هيعلن بقى في الاتحاد العام للنقابات بقى نجتمع امتى بكره بعده امتى؟ والله ما اعرف، ما اعرفش التحقيق خلص ولا لسه دي باقيه. يعني ممكن يعني يكون لسه يعني ما والله ما هو ساعات بيبقى مثلا ايه، هفترض ان هو مثلا طلبوا منه اوراق معينه، طلبوا منه حاجه معينه، طب هجيبها بكره هجيبها بعد، والله ما اعرف. يعني انا كان واقف جنبك على المسرح اتنين ستات، اختك وزوجتك، الفنانه الكبيره ماجده زكي شقيقتك وروجينا طبعا نجمه روجينا. كلمني عن الاتنين ستات دول في حياتك. ماجده مش اختي، ماجده امي. ماجده بعد وفاه والدتي هي تحملت البيت كله، احنا انا ولد على ثلاث بنات، ماجده ووفاء وعزه. هي كانت تحملت وكانت في المعهد وكانت بتشتغل وبتصرف علينا، بتصرف على البيت كله. يا سلام. فتحملت يعني عبء هذه الاسره يعني كامله يعني. وبعدين ماجده لغايه هذه اللحظه يعني مش مؤمنه ان انا كبرت، يعني هي شايفاني لسه يعني، لان انا كنت بالنسبه لامي يعني عارفه ولد على ثلاث بنات طبعا، ده دلوعه بقى ديك البرابر زي ما بنقول. فماجده بتلعب نفس الدور حتى هذه اللحظه يعني. ماجده ساعات مثلا ايه تتورط في حاجات هي مش قصدها، هي قصدها يعني عشاني يعني، هي مش يعني انا بعمل حاجه مثلا بشجع حد بتخانق معاه، هي مش شايفه الطرف الاخر، شايفاني انا فتردد اللي انا بقوله. روجينا رفيقه الكفاح بقى يعني، رفيقه قصه حب، قصه حب بقى، وشفنا مع بعض كل حاجه يعني، يعني عانينا وقسينا والحمد لله ربنا وفقنا. وروجينا يعني فنانه مهمه شفت التغير. روجينا حصل لها نضج وتغير في الفتره الاخيره يعني، وصولا للبرنس، بس حتى قبليه كان في محطات كتير. بص هقول لك على حاجه، روجينا طبعا هي خريجه المعهد، خلي بالك ان دراسه المعهد برضو بتفرق يعني، يعني بتفرق كتير. روجينا وهي طالبه في اولى معهد اشتغلت مع كبار المخرجين، وبعدين كانت روجينا وحنان ومنى بادئين مع بعض. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان في الوقت اللي روجينا مع يوسف شاهين في المصير وكان والاخره، كانت السينما هنا بتتغير. فكانت حنان ومنى واجيال كتير بقى بداوا مع المتغير. فروجينا اتاخرت بسبب ان تلحق بده. وبعدين بقى برضو يعني مش عايز اقول كلام متكرر، انما بلا شك يعني وجودي في مناصب يعني بي 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 بيأخر شويه. يعني اقول لك على حاجه، انا اول مره هقولها في حياتي، في مهرجان كان في دبي قريب، الضيافه اسمه كده، مهرجان الضيافه، ايوه في دبي، كانت روجينا من المكرمين فيه ساعه ازمه محمد رمضان. محمد رمضان كان بيتكرم وما راحتش. طب راحت. وصل لك اللي عايزه؟ ايوه طبعا. في اي حاجه ده بيعمل عشان ده لما خدت قرار يعني، يعني ان انا اقنن عمل فني العرب، قال لك ايه بيعمل ده عشان مراته. طب اقول لك على مفاجاه، انا قعدت نقيب خمس سنين، روجينا قعدت في البيت منهم اربعه. ياه. وانا نقيب. والناس بتتخيل بقى عشان انت نقيب فانت بتجيب لها الادوار وبتشغل مراته المسلسلات وبتشغل مراته. لا اقول لك على اللي يضحكك اكتر، بشغل اختي. وبتشغل اختك؟ لا اختك اساسا بتشتغل قليله العمل جدا، وروجينا قليله العمل جدا الحقيقه يعني. طب بتقول ايه عنها كفنانه الحقيقه؟ في فعلا زي ما بقول لك نضج، في توهج لروجينا. هي عندها محطه مهمه جدا في حياتها وهي مسلسل سبق الاصرار مع الفنانه الكبيره غاده عبد الرازق. صحيح. وهنا الفضل يعود يعني لاصحابه يعني محمد سامي، ايمن سلام. محمد سامي استطاع ان يكتشف في روجينا يعني مناطق اخرى او يدوس على زرار ما كانتش موجوده. كاتب العظيم الجميل صديقي العزيز ايمن سلامه، نعم،
كان كاتب دور، هو قال لي ساعتها، قال لي بص انا في دور لروجينا هدولها هيغير الدور. ايه؟ لقيته 16 مشهد. اتخانقت معاه، قلت يا ايمن، قال لي اسكت يا ايمن اسكت. كان محمد ما كانش يعرفها، محمد سامي. المهم يعني تمام، محمد وافق على الترشيح وبتاع، واستطاع محمد انه يغير جلد روجينا. بعد ذلك روجينا ما فرقتش اعمال محمد سامي. ده هي. يعني انا وقت انتهى عايزاك تقول رساله لطلبه المعهد، للتلامذه بتوعك، طلبه بتوعك. اقول لهم اول حاجه انا بحبهم جدا، وانا يعني لغايه ما اموت انتوا في رقبتي، وربنا قدرني ادافع عنكم عن حقوقكم، ولكن لازم تؤمنوا ان الحلم جميل، ولكن ان يبقى عندك الاليات اللي توصلك للحلم دوت. المهنه اللي احنا بنشتغلها عايزه صبر، وعايزه مثابره، وعايزه جلد. لو احبطت بسرعه مش هتكون. ان انا ببقى طالب في سنه اولى، انا لا، انا الناس عرفتني بعد تخرجي ب 30 سنه، فانت استحمل. يعني على قد صبرك وعزيمتك واستحمالك هتبقى نجم ان شاء الله. أنا بشكرك جدا على سنوات العمل النقابي اللي مش سهلة. أنا عايزة أقول لكم إن إحنا أي خبر عن الممثلين بنكلم أشرف زكي، ألو هو حصل إيه؟ هو مين تعبان؟ هو مين عيان؟ ودايما أشرف، دكتور أشرف زكي موجود في المستشفى مع الناس، مش عايزة أقول فين مع الناس، يعني في أسوأ اللحظات وفي أسعد اللحظات هو دايما موجود. هو رفيق، هو صديق، هو يعني زميل وأخ، مش بس نقيب. وهنا في حاجة جديدة مختلفة يمكن لأول مرة نحسها مع نقيب فنانين، أنه قريب من الفنانين، قريب من الناس، بحل مشاكلهم بقلب، بحب، لأنه بيحبهم ولأنه واحد منهم. أنا بشكرك على هذه السنوات وعلى عطاء فني كبير. أنا بشكر حضرتك جدا، ليا الشرف والله. أشكرك. وبشكركم أعزائي المشاهدين، دي رحلة نقيب المهن التمثيلية اللي بنشكره على هذه السنوات، ونتمنى سنوات أخرى قادمة. نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.